الدعوة اتبنت على الحكمة والموعظة الحسنة، بس خلينا نبدأ الموضوع من الأول خالص. يعني إيه دعوة؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الدعاء الدعوة جاية من دعا يدعو، دال عين واو. فالدعوة معناها الحث والأمر، أدعو حضرتك إلى كذا، فإما أدعوك إلى علم أو إلى عمل. فدعا يعني نادى وحث وأمر. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكلمة الدعوة في اللغة العربية معناها النداء والحث. طب في الاصطلاح العلماء اتكلموا في مسألة يعني ايه دعوة الى الله تبارك وتعالى. منهم من قال نقل الأمة من محيط الى محيط، من محيط الجهل الى العلم، من محيط العشوائية الى النظام، من محيط البعد عن الله الى القرب من الله، من محيط غضب ربنا الى رضاه، من محيط النار الى محيط الجنة. دي دعوة. ومنهم من قال الدعوة الى الله عز وجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله. منهم من قال انه ده من اشمل التعريف اللي جاي ده، تعريف الدعوة الى الله عز وجل تبليغ الناس الاسلام وتعليمه اياهم وتطبيقه في واقع الحياة. ده احلى تعريف لانه اشتمل على ثلاث مراتب. نقولهم تاني: تبليغ الناس الاسلام، تمام، وتعليمه اياهم وتطبيقه في واقع الحياة. تمام. نقول تاني: تبليغ الناس الإسلام وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. فهو اشتمل على ثلاث مراتب: التبليغ والتعليم والتطبيق. أنا أبلغ وأعلم وأطبق. الله يبارك في عمرك، هو ده الدين يا فندم. هو ده الدين. زي وخلي بال حضرتك، أنا عايز أقول للناس إيه، اوعوا تفتكروا أن الدعوة إلى الله عز وجل قاصرة على المشايخ بس. خالص، الأب في بيته كل حد في مكانه. يا سلام عليك، الله ينور عليك، ممتاز جدا. الأب في بيته يدعو إلى الله، لما يقول لابن أم يا ابن الأذان أذن طبعا يلا نصلي. الأم في بيتها لما تدعو ابنتها إلى الصلاة وإلى الحشمة. المدرس في المدرسة، التربية، الله يبارك في عمرك. الطبيب، التربية والتوجيه، هو ده. الطبيب في المستشفى وبيكشف على المريض بأخلاق الأخلاق، الله يبارك. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال: أدعوا إلى ربكم وأنتم صامتون بأخلاقكم. أفعالكم هي اللي تتكلم. الله، يبقى كل الناس دعاء إلى الله، لأنه في ناس كتير قوي بتتكلم وما بتعملش وما بتطبق. أحسنتي، أحسن الله إليك. وده اللي وصلنا إلى الآية الكريمة: أدعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ليه؟ أقول لحضرتك مفاجأة حلوة قوي في الآية. تفضل. شوفي سعادتك، الناس ثلاث أقسام. حد واحد يقبل الحق ويعمل به، حد يقبل الحق ولا يعمل به، الثالث لا يقبل ولا يعمل. الأول مرتبة المستجيبين، والثاني مرتبة الغافلين، والثالث مرتبة المعاندين. خدي لي سهم من الحكمة على المستجيبين، ومن الموعظة الحسنة على الغافلين، ومن جادلهم بالتي هي أحسن على المعاندين. حاجة جديدة خالص طبعا. نفسرها بقى. نفسرها سعد. ما هو ربنا كان يكفي يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة خلاص، إنما هو لما قال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ذكر لي هنا يا أستاذة لمياء ثلاث مراتب بثلاث أحوال. أدعو إلى الله بالحكمة، أدي واحدة لناس معينة. وأدعو إلى الله، وهنقول إزاي. نعم، وهنقول إزاي، وهقول لمعاليك طبعا. وأدعو إلى الله بالموعظة الحسنة لناس معينة، وأدعو إلى الله عز وجل بالجدال بالتي هي أحسن لناس معينة. ناس مستجيبة، تمام. أقول لحضرتك حد من أولادي: هيا يا بني للصلاة. الحاضر يا أبتي. يلا، جاء أي متوضي، تمام. فهو لما جه وقف جنبي، جيت مطبطب عليه وقلت له: ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
وربنا سبحانه وتعالى قال يبقى انا ايه كده بكلمه بالحكمه بالراحه وبفهمه وبقول له قد ايه انت ربنا كده بيحبك. اول ما استجبت واول ما ربنا قال الله اكبر انت كبرت ربنا على كل شيء، فانا لانه استجاب وقف جنبي تمام. حد من ولادي قال لي حاضر وسكت ما امشي تمام، فجيت رايح له. احنا بعد ما صلينا هو ما صلاش، هو قبل الحق لكن لم يعمل به تمام، يعني قال حاضر وسكت، حاضر وسكت بالظبط ولم يعمل. فجيت رايح بقى مكلمه على ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول بيتكلم على الصلاة وانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. خلي بالك ربنا توعد اللي بيسهو عن صلاته بالويل، والويل الهلاك أوادي في جهنم. يا بني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما سلككم في سقر، سقر دوادي في جهنم. فيقول لي وادي يعني ايه؟ اقول له مكان في جهنم. يقول لي المكان ده لمين؟ اقول له اللي مش بيصلي يا ابني. فيقول لي ازاي؟ اقول له القرآن اللي قال كده. شوف انا بكلمه ازاي تمام. ليه؟ لان هو قبل الحق لكن لم يعمل به، فانا بدعوه بالراحة وبهدوء وعرفه انه ده خطأ. زي ابني اللي بقول له ذاكر ويقول لي حاضر وما يذاكرش، فاروح اقول له خلي بالك اصل انت لو ما ذاكرتش بعيد عنا وعنك ممكن تسقط، وزمايلك ينجحوا، زمايلك يدخلوا الكليه وانت لسه في الثانويه. طب ليه يا ابني؟ بالراحه. ما قلتلوش ازاي انت غلطان انت طول عمرك لا هنا مش موعظه حسنه بقى، هنا ده اللي حضرتك بتتكلم عليه ده الحكمه الموعظه الحسنه.